ننتقل إلى أحمد من القصيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ بخير وعافية. نعم. تفضل السؤال. عندي سؤالين. الأول ما حكم شراء رجل سيارة بثمن مؤجل ومن ثم باعها أقساط؟ أبغى الحكم في ذلك. طيب شكرا جزيلا يا أحمد. تفضل يا شيخ. نعم، السؤال السيارة أو غيرها يجوز شراؤها بثمن حال أو بثمن مؤجل بأجل واحد على أقساط، وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرى بالأجل أيضا، فهذا جائز التأجيل ولا حرج فيه. نعم.